مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الثامنة من قناة ليبيا، ونستهلها بأبرز العناوين. السيسي وبايدن يتفقان على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام. المنقوش تبحث مع السفير الألماني إجراء الانتخابات وانسحاب المرتزقة. الملفي يصل العاصمة النيجيرية للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد. وتواصل عمليات التلقيح ضد كورونا، والمركز الوطني يسجل 340 إصابة جديدة. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون. ليبيا تشارك في القمة 38 للجنة رؤساء الدول بمبادرة نيباد للتنمية الاقتصادية. بيبا يبحث الصعوبات التي تعترض عمل الشركة الليبية للبريد. حياكم الله. بحث الرئيس المصري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي آخر المستجدات في ليبيا، وحسب الرئاسة المصرية فقد أبدى الرئيسان توافقهما حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي. تفاصيل الدعم المصري الأمريكي لانتخابات ديسمبر نتابعها في هذا التقرير. بعد الدعم الدولي الكبير والتوافق الذي شهدته الساحة الدولية حول ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حسب خارطة الطريق، دعم مصري أمريكي مشترك يظهر من خلال مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن حول آخر المستجدات في ليبيا. السيسي وبايدن أبديا توافقهما حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي. كما كانت هناك إشادة أمريكية بجهود المصرية تجاه القضية الليبية التي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا. توافق مصري أمريكي يترجم المصالح المشتركة للبلدين في استقرار الأوضاع في ليبيا من خلال دعمهما المباشر والعلني لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد بالرابع والعشرين من ديسمبر القادم، كونها الحل الوحيد للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنين وتبعاتها التي تعدت الحدود الليبية. قوتان عظميان وضعتا اليوم اليد في اليد للعمل معا لحل الأزمة في ليبيا عبر حل واحد، وهو صناديق الاقتراع يوم الرابع والعشرين من ديسمبر وممارسة الضغط الدولي لتحقيق هذه الغاية دون السماح بأي عراقيل قد تحدث، وهو ما سيزيد أيضا من فرص التأييد الدولي دعم الانتخابات في ليبيا، خاصة وأن مصالح كثيرة تجمع العديد من البلدان بأمريكا ومصر. هذا وأكد المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية، أكد على أهمية تعزيز دعم حل سياسي تحت القيادة الليبية بتيسير من الأمم المتحدة، لافتا إلى سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار. وبحسب السفارة الأمريكية في القاهرة فقد أشاد نورلاند بالدور المصري في دفع العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والنمو الاقتصادي. وقال السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن إدارة بايدن ملتزمة بالمسار السياسي مع جميع الأطراف الليبية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. هذا وأوضح نورلاند في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تحاول أن توفر أكبر قدر من المساعدات من خلال توفير الدعم المالي والسياسي للجهود الليبية، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة ستدعم تشكيل حكومة ليبية قوية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي أحمد جمعة. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وكل مشاهدي ليبيا. أهلا بك. بداية يعني هل لك أن تضعنا في صورة المناقشات التي دارت حول ليبيا والتأكيد على إجراء الانتخابات في التأكيد يعني الانتخابات آخر هذا العام، وأنا أتحدث عن المباحثات المصرية الأمريكية؟ صحيح، يعني كان هذا الملف أبرز الملفات التي نوقشت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، هو كيفية إرساء الأمن والاستقرار في الدولة الليبية، والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وأنه لا مفر من إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. الولايات المتحدة الأمريكية تعزز شراكتها مع دول إقليمية وتعمل بشكل كبير على الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، لأن ليبيا لن تحل أزمتها أبدا إلا بإجراء هذه الانتخابات، تجديد شرعية المؤسسات، انتخاب مجلس نواب جديد، انتخاب رئيس ينتخب الشعب الليبي رئيس يمثله في المحافل الإقليمية والدولية، يمارس الحق الشعب الليبي حقه في الديمقراطية، هذا الحق الذي سلب على مدار عقود عدة. لذا يجب أن ينتخب أبناء الشعب الليبي من يمثله، من يحكمه، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم سيدي، يعني سؤالي لك بالنسبة للاهتمام الأمريكي في الشأن الليبي، يعني في السنوات السابقة اعتدنا أن يكون الاهتمام الأوروبي أكبر، ولكن يعني من خلال هذه المحادثات التي نراها وهذه التحركات نشهد بأن هناك أيضا اهتمام هذه المرة في الشأن الليبي، ما رأيك حول هذا الموضوع؟ صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية ابتعدت عن ليبيا كثيرا مما يعني دفع روسيا إلى أن يكون لها موطئ قدم على المستوى السياسي بشكل كبير جدا، وحضور طاغي في الأراضي الليبية. وعندما تسلمت إدارة بايدن مجان الأمور، عندما تسلمت الإدارة في البيت الأبيض، عملت على تحديد الأولويات، نعم، وهو تصفير المشكلات في منطقة الشرق الأوسط في دول الصراع، التركيز أكثر على الأوضاع في الصين، التركيز على إجراء انتخابات في ليبيا، حل المشكل الليبي، وعدم السماح لروسيا أن يكون لها نفوذ كبير في هذه الدولة، نعم، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية لإيطاليا في إطار المحور الأوروبي للعمل في هذا الإطار، وتتحالف مع مصر بشكل كبير لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي يجب أن تجرى نهاية العام الجاري 24 ديسمبر، نعم. وبالمناسبة حكومة الوحدة الوطنية ملزمة بتطبيق ذلك، وقد حظت بالاعتراف الدولي على أساس خارطة الطريق التي يجب أن تنفذ بحذافيرها وإجراء انتخابات نهاية هذا العام. نعم، كل الشكر لك الكاتب الصحفي أحمد جمعة، شكرا جزيلا. شكرا. أعرب السفير الألماني أوليفر أوفتشا خلال اجتماعه بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن تطلعه إلى إيجاد أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية. ووفقا لتغريدة نشرها أوفتشا على تويتر، فقد ناقش الجانبين كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين. نظم حراك من أجل 24 من ديسمبر وقفة تذكيرية أمس في كل من مدن بنغازي ومصراتة والعوينات للتأكيد على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر القادم، من أجل الخروج بالوطن من الانقسام السياسي والعودة إلى الشرعية وصندوق الانتخاب. المزيد في هذا التقرير. تأكيدا على ما ينادي به حراك من أجل 24 من ديسمبر في بياناته التي يصدرها من حين لآخر حول ضرورة أن يشهد 24 من شهر ديسمبر القادم حدثا ديمقراطيا نزيها تتجسد فيه كل معاني الشفافية والنزاهة عن طريق حصول المواطن الليبي على حقه في اختيار رئيس لبلاده وممثلين شرعيين عنه في صناديق انتخاب مباشر، نظم الحراك وقفات متعددة الأماكن محددة الأهداف في كل من مصراتة وبنغازي والعوينات. الوقفة هذه ثاني وقفة في مصراتة بالتزامن مع وقفات في مدن ليبية أخرى. الوقفة بخصوص تأكيد على موعد الانتخابات وتأكيد على انتخابات برلمانية رئاسية متزامنة، تنفيذا لخطة الحراك الرامية لتنفيذ وقفات دورية من 24 من كل شهر للتأكيد على حق الليبيين في انتخاب الحر المباشر والتزام المتابعة لكل المستجدات
المتعلقة بالمسار الدستوري والانتخابي الهادف للوصول بنا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر 2021. أعضاء الحراك إلى جانب عدد من المواطنين الذين يحملون الطموح نفسه شددوا على التمسك بالمسار الديمقراطي والدفاع عن الدولة المدنية المنشودة، وذلك في الوقفة التي رفع المشاركون فيها بمدينة بنغازي والعوينات ومصراتة لافتات كتبت عليها عبارات متشابهة أكدت على حق الليبيين في التعبير عن إرادتهم ورغبتهم في اختيار ممثليهم وقياداتهم عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن أي تدخلات خارجية من أي جهة كانت. هذه الوقفة الاحتجاجية أو الوقفة بخصوص حراك 24 ديسمبر واللي احنا نطالبوا به كمنطقة العوينات لاستحقاق الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الوضع الحالي والمتأزم في ليبيا. حراك من أجل 24 ديسمبر سبق وأعلن عن استمراره في تنظيم هذه الوقفات يوم 24 من كل شهر إلى حين تنظيم الانتخابات في موعدها الذي حددته الاتفاقات السياسية أملا في استقرار شامل غاب عن هذا البلد عقدا كاملا. انطلقت في عدة مدن ليبية فعاليات المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي بمشاركة عدة مسؤولين وممثلين عن مدن الغرب والشرق والجنوب، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية بين مختلف المناطق، مجمعين على ضرورة الإصلاح وتوحيد الموقف لتسهيل إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد. المزيد في هذا التقرير. وحدة التراب الليبي الذي لطالما كان هدفا سعت نحوه أصوات وطنية جاهدة لربط أواصر العلاقات والمواقف السياسية بين أبناء ليبيا من مختلف المناطق، ومن هذا المنطلق انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي في العاصمة طرابلس تحت شعار نتصالح ونتعاون ونتضامن لضمان وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها. هذا مؤتمر تمهيدي في المنطقة الغربية، وزي ما قلنا في مؤتمر رسمي وقد يعقد في منطقة الجنوبية والشرقية. توصيات متاعنا توصيات كاملة وطويلة شوية، يعني تقر بالانتخاب الاستحقاق الانتخابي القادم، تقر بلجنة 5+5، توحيد المؤسسات، إعادة ترتيب المؤسسات الدولة الليبية بالكوادر اللي عندها خبرة واللي موجودة واللي تم صرف عليها الدولة في الخارج. ترقبونا إن شاء الله في المؤتمر الجامع اللي ينعقد الأيام القادمة في سرت بإذن الله، وحيكون شامل، حيكون فيه مستشارين، خبراء، علماء، أهل الرأي والحكمة، في خرصة استراتيجية حتى نقال في المؤتمر هدايا، في تنفيذ، في اتفاقيات دولية بإذن الله موجودة، في اتفاقيات مع المشاركات مع الشركات العالمية. طبعا عندنا حدث آخر حيكون إن شاء الله في شهر 11، في 20,000 شركة عالمية حتكون موجودة في ليبيا على حدث عالمي حنرفع فيه الغطاء على ليبيا واتفاقياتها ومشاريعها بالكامل. المؤتمر تضمن إلقاء عدة كلمات أكد المتحدثون فيها على ضرورة المصالحة الوطنية سعيا لمعالجة المشكلات التي واجهت البلاد طيلة السنوات الماضية، وذلك من خلال الحوار الليبي الليبي والعمل كذلك على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل القيام بالأعمال المطلوبة منها والتي على رأسها تسهيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ينعقد في نفس اللحظات في منطقة بنغازي في الشرق الليبي وأيضا في منطقة تمنهنت جهة سبها وفي منطقة في مناطق الجنوب الليبي. يعني هذا التزامن لانعقاد 3 لقاءات تنشد غرض واحد وهو الترتيب لعقد ملتقى عام للمصالحة الوطنية، هذا أمر يثلج الصدر الحقيقة وينم على أن الليبيين بدأوا يضعوا أرجلهم على الطريق الصحيح وبخطى ثابتة. نحن نحيي حقيقة كل من يبذل الجهد في سبيل المصالحة الوطنية بكل مشتملاتها وبكل ضروراتها، من جبر الضرر، من محاولة إعادة الحقوق لأصحابها، إشراك الجميع في وضع اللبنات، هذا الصرح الجديد، ليبيا الجديدة التي ننشدها ونريدها. هكذا نشعر بأن احنا ساهمنا جميعا كليبيين دون إقصاء أو تهميش. تزامنا مع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني في الغرب، انطلقت الفعاليات ذاتها في مدينتي بنغازي وسبها بمشاركة شخصيات من مختلف مناطق شرقي وجنوبي البلاد، مؤكدين جميعهم على ضرورة توحيد الموقف الليبي وصولا للمرحلة القادمة التي يؤمل أن تكون أفضل من سابقتها.
نبثق من هذا المؤتمر ثلاث مؤتمرات، واحد في مدينة سبها والثاني في مدينة طرابلس في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة، يحمل نفس الأهداف والمبادئ ونفس ميثاق الشرف، مصالحة الوطنية، جبر الضرر، عودة النازحين والمهاجرين، كل ما يتعلق بما نوقش خلال السنوات الماضية فيما يخص الشعب الليبي اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. في نهاية هذا المؤتمر الذي عقد في ثلاث مدن تمثل مناطق الشرق والغرب والجنوب، أصدر المشاركون عدة توصيات تركزت بمجملها حول ضرورة إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية والعمل أيضا على توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل تنفيذ الاستحقاق المنتظر في ديسمبر المقبل. وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى نيجيريا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد المقرر عقدها اليوم في العاصمة النيجيرية. ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن زيارة المنفي جاءت تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس النيجيري محمد بوخاري. هذا ومن المقرر أن تناقش القمة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد وفي عدد من دول المنطقة. بحث وزير الداخلية العميد خالد مازن العراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مازن بديوان الوزارة في طرابلس مع عدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر، والذي تطرق إلى تأمين صهاريج الوقود المخصص لمستودعات المنطقة الجنوبية ومحطات الوقود. كما تم تقديم مقترح بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية، علاوة على المشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة في المنطقة. كما ناقش وزير الداخلية العميد خالد مازن مع عضو مجلس النواب عامر عمران النائب عن دائرة السدرة المختنقات التي تعاني منها مديرية أمن راس لانوف وكافة مراكز الشرطة التابعة لها. الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الحكماء والشورى في بلدية خليج السدرة عبد السلام المغربي وعميد بلدية خليج السدرة أحمد رقاعي تطرق إلى دعم الوزارة ومتابعتها مهام كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والمكلفة بمهامها ضمن النطاق الإداري لهذه البلدية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. بحث وكيل وزارة الداخلية فرج العبدلي خلال اجتماع مع مدير أمن جدابية أحمد المسماري الوضع الأمني في المدينة والقضايا الخاصة بمديرية الأمن التابعة للداخلية، حيث قام مدير أمن جدابية بعرض كافة الإنجازات للمديرية والأولويات التي تقع ضمن نطاقها وما يتبعها في الفترة الأخيرة. كما نوقشت أهم احتياجات ونواقص عناصر المديرية. من جهته أثنى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية على عمل العناصر المنتسبين لمديرية أمن جدابية والأجهزة التابعة لها، وشد على أيديهم بضرورة الجاهزية التامة للتصدي لأي خروقات أو تجاوزات قانونية في المدينة. بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد ملف التنسيق والتعاون بين الإدارات بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية والتهريب ومكافحة الجرائم، إلى جانب إنشاء غرفة أمنية مشتركة بالخصوص. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس كلا من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي نويسري، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القرباع، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل المكلف العميد خالد بحيح. تابعت اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا أمس آلية سير عمل حملة التطعيم في عموم البلاد، وذلك خلال اجتماع عقدته في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس. الاجتماع حضره مدير عام المركز بدر الدين النجار، وتم خلاله استعراض ما تم تنفيذه من توصيات وكذلك مناقشة الصعوبات والعراقيل وسبل معالجتها حتى يتم تطعيم كل المواطنين والمقيمين في البلاد. هذا وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بوتيرة مرضية وفقا للإمكانيات المتاحة وعدد الجرعات المتوفرة، متعهدا بتسريع وتيرة الحملة إن أمكن. بالنسبة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، الحمد لله الحملة لازالت تسير
بوتيرة مرضية وممتازة جدا، يعني وفقا للإمكانيات المتاحة الحملة ماشية بطريقة مرضية. فيه بعض الأحيان احتجاج علينا أن المفروض نسرعوا في الحملة أكثر من هيك، ولكن وفقا للإمكانيات الحالية وفقا لعدد جرعات التطعيم المتوفرة احنا الحملة بصراحة ماشية بشكل مرضي، وسوف نسرع الحملة كلما تتاح لنا إمكانية ذلك. في سياق متصل، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا في جدابية تطعيم 225 شخصا ضد الفيروس اليوم في عدد من عيادات ومراكز المدينة، وبذلك يرتفع إجمالي من تلقوا اللقاح في جدابية إلى 2167 شخصا من الفئة العمرية من 18 عاما فصاعدا. كما انطلقت في مركز بنغازي الطبي اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستهدفة العاملين في مركز العزل ببرج الأمل. وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي ناصر الكديكي إن الحملة نظمت بالتنسيق مع إدارة مركز بنغازي الطبي وإدارة برج الأمل، وتم تقديم التطعيمات لكل الراغبين حسب الكشف المعتمد من العناصر الطبية والطبية المساعدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الباسط سمية، مدير إدارة اللقاحات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. مرحبا بك دكتور. وعليكم السلام دكتور عبد الباسط. يعني اليوم بدأتم أو انطلقت حملة التطعيمات في بنغازي، حدثنا عن هذه الحملة وكيف هو الإقبال، وأيضا يعني مذكور في الخبر أنه حسب الكشف المعتمد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، هل هي فقط للعناصر الطبية؟ الحملة انطلقت جزء من الحملة المطاقية فيها التطعيم ضد مرض الفيروس الثاني المكتشف فيروس كورونا. والحقيقه اغلب او كلها تقريبا بدات بالتطعيم فقط في فعل السبوتنيك، هي تعتمد على وجود المجمده درجه حراره ناقص الحرارات، فالذين او الفئه التي تستعد بتجهيز المجمدات تاخذ طعم السوق الروسي لتطعيم الأطقم الصحية خاصة فرق الرصد وأقسام العزل والفلترة والمختبرات وقطاع الصحة بشكل عام. نعم. أما بالنسبة للشعوب الأخرى سواء كانت تطعيم كورونا فاكس الصيني أو تطعيم أسترازينيكا الإنجليزي، فكل المدن الآخر تخصصها من التطعيم من الامتحانات السابقة وننتظر. يعني الآن لديكم من قبل جهاز الرقابة على الأغذية الذي حتى يتم توزيعها، وأيضا في انتظار شحنات قادمة إن شاء الله سواء كان من أسترازينيكا أو من جونسون أند جونسون أو أي شركة مصنعة. نعم، يعني اللقاحات المعتمدة الآن لديكم هي جونسون أند جونسون وأسترازينيكا وأيضا فايزر. تحدثت عن درجة حرارة منخفضة. نعم، الآن ما هو المتوفر الآن وهل نعم الطعوم التي وصلت إلى ليبيا حتى الآن هي الطعم الروسي سبوتنيك والطعم الإنجليزي أسترازينيكا سبوتنيك. نعم، وأيضا الطعم الصيني كورونا فاك. نعم، انتظار أيضا طعم جونسون أند جونسون وربما كمية أيضا من طعم فايزر. نعم نعم، إذا يعني ستكون هناك سيكون هناك عدد من اللقاحات لتكفي جميع المواطنين في وقت قريب بإذن الله تعالى. سوف تصل نعم الاستخدامات من هذه الطعوم تباعا إن شاء الله تعالى. طيب سيدي، يعني بعيدا عن حملتكم اليوم، متى تتوقع أن تكون هذه اللقاحات أو هذا المطعوم معطى لجميع المواطنين في ليبيا؟ كفترة زمنية يعني شهر شهرين بتوقعاتك؟ الحقيقة الحكومة وعدت بمليون جرعة من جونسون أند جونسون قريبا جدا،
يعني ربما على حسب ما سمعنا من مكتب السيد رئيس الوزراء ربما أن خلال أيام أو أسابيع نعم والتنفيذ فوري يكون تنفيذ سريع. نعم بإذن الله تعالى. نعم. السؤال الأخير الإقبال كيف تقيم الإقبال على هذا الموضوع سواء في حملة اليوم أو بشكل عام على اللقاح؟ الإقبال على اللقاح الحمد لله يعتبر ممتاز والإقبال في الجزائر باعتبار أن طبعا تم تطعيم تقريبا 200 ألف شخص حتى الآن في ليبيا ولا توجد أي أعراض أو آثار جانبية أو نعم. ردود فعل عكسية تكتب. وهل يوجد مسجلين على الموقع موقع التسجيل لتلقي اللقاح؟ 200 ألف نعم تم نعم أخذ اللقاح نعم ما زالت المنظومة مفتوحة وتستقبل كل الذين يريدون التسجيل لتلقي نعم يعني دكتور يعطيكم ألف عافية بداية مجهودكم كبير جدا ومبارك بإذن الله كل الشكر لك الدكتور عبد الباسط سمي مدير إدارة اللقاحات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض شكرا جزيلا لك. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 183,932 إصابة هذا وتم تسجيل 294 حالة شفاء جديدة والتي رفعت عدد المتعافين إلى 170,489 متعافيا بينما بلغ عدد ضحايا الفيروس 3,114 بعد تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة هذا وأعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بحسب التحاليل التي تم إجراؤها لحالات الاشتباه في الفترة من 21 إلى 23 من مايو الجاري والتي بلغت 114 عينة بدورها أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات دخول حالة جديدة إلى مركز العزل بمستشفى جالو العام وبذلك يكون مجموع الحالات بمركز العزل 4 حالات وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 108 كما أعلنت إدارة الخدمات الصحية في القبة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد كما تم تسجيل حالتي اشتباه بعد سحب 7 عينات من مركز الرصد في القبة وعليه دعا المركز المواطنين إلى وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بحثت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة آلية العمل بمكاتب التفتيش بالمنطقة الشرقية وذلك خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة عرض اختصاصات وهيكلة هذه المكاتب وشدد الاجتماع على دور إدارة التفتيش وإسهامها المباشر في إصلاح القطاع الصحي وأكد على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مشيرا إلى أن الهدف من التفتيش هو تسيير المرافق الصحية بانتظام واضطراد وليس إيقاع العقاب على المسؤول أو الموظف طالب أولياء أمور ومعلمو وتلاميذ مدرسة جمال عبد الناصر ببني وليد الجهات الرقابية والإدارية بالتحقيق النزيه والشفاف مع المسؤول عن إصدار قرار إغلاق المدرسة مؤكدين في بيان لهم على إبقاء المدرسة في المقر الحالي وعدم الانتقال إلى المدرسة الجديدة التي يجد المعلمون والتلاميذ صعوبة في الوصول إليها حسب قولهم كما شدد المحتجون على ضرورة استكمال المبنى الجديد للمدرسة المجاورة للمقر الحالي والتنسيق مع المعلمين وأولياء الأمور حفاظا على النسيج الاجتماعي نطالب بالآتي 1- تفعيل عقد مدرسة جمال عبد الناصر الواقعة بالمخطط العام 2- التحقيق النزيه والشفاف من قبل الجهات الرقابية والإدارية مع المسؤول الأول عن هذا الإغلاق 3- عدم قفل المبنى المدرسي الحالي 4- تغيير اسم المدرسة الجديدة بأي اسم آخر 5- التنسيق الكامل مع أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس حتى نحافظ على النسيج الاجتماعي
كما نظم تلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة المية الشمالية وقفة احتجاجية مطالبين فيها وزارة المواصلات ومصلحة الطرق والجسور والجهات المسؤولة في الدولة بضرورة إنشاء جسر للمشاة على الطريق الساحلي، وذلك من أجل سلامة المارة على هذا الطريق، حيث أدت حوادث المرور في هذا الطريق إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتلاميذ مدرسة المية منذ افتتاحه. نطالب في هذا اليوم بإنشاء جسر لأبنائنا الطلبة نظرا للمشاكل والحوادث التي حدثت لأبنائنا تعدد ب 18 طالب وكم معلمة أثر حادث. في هذا اليوم نناشد جميع المسؤولين مصلحة الطرق والجسور فاعلي الخير عليه نطالب بالإسراع بإنشاء هذا الجسر لتفادي المشاكل والحوادث التي تحدث لأبنائنا الطلبة. وبالرغم من المراسلات المتكررة في المجلس البلدي المائي للجهات المسؤولة، نناشد الجهات المسؤولة والمجلس البلدي المائي وفاعلي الخير باتخاذ الإجراءات وإنشاء جسر المشاة. مطلبنا أيها المسؤولون إنشاء جسر مشاة حفاظا على أرواح الطلاب. عقد الاجتماع العادي الأول لإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم مع مديري مكاتب النشاط المدرسي في بلديات الجبل الغربي والساحل الغربي، وذلك لمناقشة خطة النشاط المدرسي في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى تناول العراقيل التي تعترض سير عمل مكاتب النشاط المدرسي وكيفية حل حالتها. أقامت المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا جلسة حوارية حول حقوق الطفل الليبي بين التشريع والواقع والمأمول في مدينة بنغازي لمناهضة العنف ضد الأطفال وحماية النساء. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. اقتناعا من المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة الأطفال، والتي ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، نظمت جلسة حوارية حول العنف الموجه ضد الطفل الليبي ومظاهره وأسبابه في مدينة بنغازي. تحدثنا على أسباب العنف، تحدثنا كان فيه حديث عن الجانب القانوني وأهمية التشريع وأن يكون هناك قانون يجرب العنف ضد الأطفال ويكون قانون نافذ بحيث لا يفلت الجاني من العقاب. الجلسة التي تخللها شرح مفصل لقانون التشريع والواقع بخصوص توفير الحماية للطفل والعنف الأسري، تقر المنظمة من خلالها بأن الطفل كي تترعرع شخصيته بأمل وتناسق ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية وجو من السعادة والمحبة والتفاهم، إذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل أعدادا آملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا روح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء. ومن هنا شارك الحاضرون بطرح آرائهم وتقديم مقترحاتهم في شكل توصيات نصت على توعية أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام وإقامة الندوات والمحاضرات. اطلع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه بلدية مرادة وسبل تذليلها، وذلك خلال اجتماعه أمس بعميد البلدية مصطفى الزواوي. الاجتماع تطرق إلى المشاريع غير المنجزة في البلدية وسبل إنجازها خلال الفترة القادمة، حيث أبدأ وزير الحكم المحلي استعداده لاستكمال وتنفيذ جل المشاريع المطروحة ببلدية مرادة. عقدت عضو شؤون المرأة بالمجلس البلدي أوجلا فضيلة بترون اليوم اجتماعا مع نظيراتها في بلديتي جالو وشخرة. الاجتماع الذي عقد في قاعة اجتماعات بلدية أوجلا تمت خلاله مناقشة المشاريع المشتركة التي تخدم بلديات الواحات أوجلا وجالو وشخرة، والتنسيق لإطلاق عدة مبادرات تستهدف المرأة والطفلة في المنطقة.
ما تنسحش كيف الشباب تعدنيش كان الماضي وحضرنا إعلان أستاذ أحمد. تم اجتماع عضوات المرأة أوجلة وجالو وشخرة في بلدية أوجلة لغرض وضع مشاريع مشتركة تخدم المرأة سواء كانت إنتاجية في مدينة أوجلة. الاجتماع الدوري الأول بين عضوات المجالس البلدية الثلاث جالو أوجلة وشخرة لإطلاق عدة مبادرات ومشاريع مشتركة بين البلديات الثلاث تخص المرأة بشكل عام. نظم مكتب الموارد البشرية ببلدية جادو دورة تدريبية حول كيفية كتابة السيرة الذاتية، وذلك في إطار الرفع من كفاءة موظفي ديوان البلدية. الدورة التي استهدفت عددا من المديرين والموظفين بديوان بلدية جادو تضمنت عددا من المحاور، منها تعريف بالسيرة الذاتية وأهميتها ومتطلباتها. كما تخلل الدورة عرض مرئي حول الاستعداد للمقابلة الشخصية. ورشة عمل ناجحة بحضور لفيف من موظفين في قطاع البلدية، وكانت دورة ناجحة وهي ضمن سلسلة من مجموعة من الدورات التي من شأنها رفع من كفاءة الموظفين داخل قطاع البلدية. طبعا ابتدينا الدورة بشرح مفصل عن أنواع السيرة الذاتية وكيفية تقديمها ومحتوياتها وكيفية ترتيب البيانات داخلها. اختتمت في بلدية زليت ورشة عمل نظمها فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة بمشاركة عدد من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعة الأسمرية، والتي خلصت إلى عدد من التوصيات التي اتفق عليها الحاضرون فيما يتعلق بحماية المستهلك. المزيد في تقرير مراسلنا في مدينة زليت خالد مصباح. صعوبات والتحديات، تحت هذا العنوان انطلقت بمدرج الجامعة الأسمرية بزليتن ورشة عمل شارك فيها عدد من الأساتذة والمختصين بورقات علمية تناولت أبرز الحلول والدراسات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة الحرس البلدي وتساهم في حماية المستهلك إسوة ببقية دول العالم التي تقدمت في هذا الجانب. كانت بادرة طيبة من أجل أن نكون نوصل المعلومية الصحيحة ونوصل كل الأخبار وأعمال الحرس البلدي، ونكون حلقة واحدة متواصلة في نشر الوعي عند رجال الحرس البلدي، وأيضا التواصل مع مسؤولينا، لأن أهم شيء التواصل مع مسؤولينا لتذليل الصعوبات من أجل إنجاح عملنا. جهاز الحرس البلدي يجب عليه أن ينتبه لهذا الجانب، هو التثقيفي والتوعية للمواطن. جهاز الحرس البلدي ليس جهاز ضبطي بس، وهو مراقبة وتوعية وكل شيء يحمي المواطن في استهلاك اليومي وفي كل مناحي حياته. الحرس البلدي فرع زليتن الذي نظم هذه الورشة حرص أن تكون المشاركة من كل مناطق ليبيا، حيث أتى ممثلين عن جهاز الحرس البلدي بمنطقة يوباري والقطرون في أقصى الجنوب وبنغازي وشتابيا من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الزاوية والزنتان وعدد من مناطق الجبل الغربي، ناهيك عن حضور بعض المسؤولين الذين وعدوا بتدليل كافة الصعوبات والعراقيل. حقيقة يعني بسم الله ما شاء الله عمل جيد جدا، شاركوا فيه الأساتذة والدكاترة الموجودين في الجامعة وناقشوا ووضحوا لنا أشياء ووضحنا لهم أشياء كثيرة، وكانت يعني لحد الآن يعني جلسة أو ورشة إيجابية لحد كبير. أبرز التوصيات التي خرج بها المنظمين للورشة هي الاهتمام برفع كفاءة الحرس البلدي وإنشاء مراكز تدريب لهم وتعديل مرتباتهم، بالإضافة إلى منحهم التأمين الطبي في حالة إصابة عنصر من الحرس البلدي أثناء تأدية عمله، وسن قانون خاص بحماية المستهلك. خالد جابر، قناة ليبيا، بلدية زليتن. ومن بلدية زليت ننتقل الآن إلى النشرة الاقتصادية مع زميلة هديل نماس. مساء الخير هديل. أهلا، مساء النور. شكرا ليلى. أهلا بكم.
شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم في القمة 38 للجنة رؤساء الدول والحكومات نيباد، والتي تبحث ملفات التنمية وتعزيز الشراكة على مستوى القارة. اللافي أكد في كلمة له أن ليبيا شاركت بفعالية في اجتماعات مبادرة الشراكة الإفريقية منذ انطلاقها، وكانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقات، وشاهدا على تطوير كافة التصورات لتنمية القارة. وأعرب اللافي عن أمله في أن تتحول دول أفريقيا من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للسلع الجاهزة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأفريقي، مشيرا إلى مساهمة ليبيا في تنفيذ مشاريع تنموية لتسهيل عبور السلع نحو أفريقيا والعالم كمشروع السكة الحديدية. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية لشركة البريد أو للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الصعوبات التي تعترض سير عمل الشركة. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تطرق الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء إلى مناقشة ميزانية عام 2021، بالإضافة إلى طرح بعض المبادرات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها من أجل خدمة وتمكين الشباب ودعم السوق المحلي. أكد وزير العمل والتأهيل علي الرضا على ضرورة تفعيل التنمية المكانية بالنسبة للشركات النفطية في مناطق الجنوب، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين، خلال لقائه عدد من ممثلي الشركات النفطية في طرابلس أمس، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات أبرزها كيفية تفعيل القرارات الخاصة بالعمل بالنسبة لشركة زلاف من مناطق الجنوب الليبي. كما استعرض الاجتماع ملف إنشاء مصفاة في الجنوب، خصوصا وأن المنطقة تشهد شحا في إمدادات الوقود والغاز. وأشار الوزير إلى ضرورة أن تقوم الشركات النفطية بالعمل من مناطق الجنوب وفتح فروع ومكاتب لها هناك وشراء الخدمات من الأسواق المحلية. عقدت الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمس اجتماعا موسعا بمديري إدارات التدريب والتطوير بشركات القطاع، والذي تمت خلاله مناقشة شروط وضوابط الخطة التدريبية للعام 2021 ووضعها في الصيغة النهائية، وبما يلبي متطلبات القطاع والاحتياج التدريبي للمرشحين، بالإضافة إلى مناقشة برامج الدراسات العليا وآلية تنفيذ هذه البرامج المعتمدة شركات القطاع. وعقد بديوان بلدية زليتن اجتماعا ناقش التعاون بين المجلس البلدي ومنظومة النهر الصناعي في تفعيل المشاريع المتوقفة والقضاء على التوصيلات غير القانونية. الاجتماع شهد عرضا مرئيا لأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه منظومة النهر وكيفية التغلب عليها. وفي ختام الاجتماع، قدم مدير المنظومة درعا لبلدية زليتن تقديرا لتعاونها مع منظومة النهر. يعد صندوق الضمان الاجتماعي بالجفرة إحدى المؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها لشريحة المضمونين على الوجه الأمثل، بالتزامن مع تطبيق الخطة الاحترازية الوقائية التي أطلقها الصندوق لمجابهة وباء كورونا وتيسير تقديم الخدمات للمضمونين. المزيد نتابع في هذا التقرير. بعد إطلاق تنفيذ خطته الاحترازية لمجابهة كورونا، يتواصل عمل وعطاء مختلف إدارات وأقسام صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجفرة ليقدم خدماته للمضمونين على الوجه المطلوب، وتسعى جاهدة للرفع من جودة تلك الخدمات داخل بلدية الجفرة. استمر الفرع في تقديم خدماته لعدد 4236 متقاعد ما بين 3760 متقاعد مدني و 470 متقاعد عسكري، وأيضا استمر أيضا في استمرار صرف المعاشات في المواعيد المبكرة، وكذلك قام في هذه السنة في 2021 بصرف المعاشات شهر أبريل وشهر مايو قبل موعدها، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي اللي هو استمرار المعاشات صرف المعاشات قبل موعدها تخفيفا على الضغوط الحياة اليومية للمضمون الناتج عن مصاريف شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر المبارك.
إدارات وأقسام عدة تدار بكوادر مؤهلة تتولى مهامها متخذة كافة الإجراءات والتسهيلات لمنح المرتبات والسلف بجميع أنواعها للمضمونين. قام بتقديم العديد من السلف الاجتماعية البالغة حوالي 40,000 دينار للمضمونين داخل نطاق البلدية، وكذلك قد اهتمت إدارة الفرع باللي هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المنظمة لحركة الدخول وخروج الموظفين عن طريق الكمامات وعن طريق اللي هو أيضا اللي هو المعقمات، توفير المعقمات اللازمة التي تأمن الحفاظ على مقدم الخدمة حتى تظهر الخدمة وتستمر الخدمة للمضمون. وحرصا من صندوق الضمان الاجتماعي الجفراء على تنمية قدرات ومهارات العاملين به وتسهيل كافة الخدمات للمضمون، تم إطلاق خدمة تطبيق الضمان موبايل وتنظيم دورات للرفع من كفاءة العاملين بمختلف الأقسام والإدارات. تنفيذ لتعليمات اللي هو الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي أصدرت تطبيق الضمان موبايل في هذه الجائحة، استفاد المضمونون وذلك من عن طريق تحميل هذا التطبيق اللي عن طريقه يقوم بتعبئة الإقرار السنوي يعني من المنزلة، وما يتكبدش على اللي هو مشقة عناء الطريق أو مشقة اللي هي نقص الوقود اللي تعاني منه البلدية، ويعني وأيضا يشوف فيه أيضا يستفسر عن المعاش ورقم المعاش وأيضا رصيد الدين وآخر مرة صرف تم فيه صرف المعاش، يعني معلومات كاملة يأخذها عن المعاش بتاعه. أيضا قامت إدارة فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالاهتمام بالموظفين عن طريق وضع خطط تدريبية سنوية للموظفين هدفها صقل الموظفين، وأيضا اللي هو إشراك الموظفين في بعض الدورات التدريبية التأهيلية اللي تستهدف صقلهم في المهارات الإدارية للموظفين. مجهودات كبيرة يبذلها صندوق الضمان الاجتماعي الجفرة، والهدف راحة المواطن وتسهيل كافة الإجراءات أمام المضمونين. ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني بحضور عضو المجلس عبد الله اللافي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عددا من الملفات الخاصة بشأن العام، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية. اللافي أكد على أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحل حالة العرق التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد. من جهته شدد الرئاسي خلال الاجتماع على دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في كل ما يختص بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع العام. عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اجتماعا تشاوريا صباح اليوم بمشاركة هيئة الرقابة ومدير عام المالية ومدير عام المشتريات لاستعراض بنود محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية التقديرية للشركة والاحتياجات العاجلة للشبكة. هذا وقد أقر الحضور عدة توصيات بهدف مناقشتها خلال اجتماع المجلس القادم. أعلن المجلس البلدي تاورغاء اليوم عن فصل للتيار الكهربائي عن كامل المدينة اعتبارا من صباح الخميس وحتى مساء الجمعة المقبل، وعزى المجلس السبب إلى صيانة وإعادة ربط الأبراج التي سقطت خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار. باشرت فرق الصيانة بإدارة التركيبات الغربية أعمال الصيانة محطة الهضبة سيدي حسين. هذا وتضمنت أعمال الصيانة التي قام بها عدد من الفنيين صيانة محول كهربائي 220 على 30 كيلو فولت. وقامت مجموعة خارجة عن القانون بأعمال تخريب على مسار الخط الهوائي لظهير أبو عمود في مدينة سرت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. هذا وأكدت شركة العامة للكهرباء أن أعمال التخريب هذه تؤثر سلبا على المواطن، إضافة إلى التكاليف والخسائر المادية التي تتكبدها الشركة نتيجة إعادة بناء الخط الذي يحتاج إلى مواد ومعدات وجهود مضاعفة.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال اليوم لمدة ساعة واحدة على الجناح الشرقي، بينما تمتد ساعات طرح الأحمال ساعتين على الجناحين الغربي وجنوبي للشبكة. هذا وأوضحت الشركة أن الفترة الأخيرة قد شهدت ازديادا في عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي وجنوبي، وذلك بسبب وجود عدة أعطال في الشبكة الكهربائية. والآن إلى جولة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى سعر الذهب الذي سجل في السوق الموازي اليوم. والبداية مع سعر صرف العملات التي نلاحظ أنه في معظمها سجلت أو أغلقت على انخفاض في تداولات الأسعار اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي 5 دنانير و2 قرش في الشراء، أما في البيع فقد أغلق السعر على 5 دنانير و5 قروش. الانخفاض هذا أيضا صاحب اليورو الذي أغلق على سعر 5 دنانير و95 قرشا في الشراء، وفي البيع 5 دنانير و98 قرشا. الانخفاض أيضا للجنيه الاسترليني الذي أغلق على سعر 6 دنانير و87 قرشا في الشراء، أما في البيع 6 دنانير و90 قرشا. الدينار التونسي ارتفع قليلا مقارنة بالسعر الذي أغلق عليه أمس، 2 قرش تقريبا مقدار الارتفاع، ليغلق على سعر الشراء 1.86 دينار، في البيع 1.89 دينار. الجنيه المصري انخفض في مقدار ربع قرش تقريبا، ليغلق في الشراء 29 قرشا، أما في البيع 32 قرشا. أما الليرة التركية فقد حافظت على سعرها المسجل ليوم أمس واليوم، حيث سجلت في الشراء 57 قرشا، في البيع 60 قرشا، بينما انخفض الدينار الأردني ليسجل في الشراء 7 دنانير و14 قرشا، وفي البيع 7 دنانير و17 قرشا. أما أسعار الذهب التي سجلت في السوق الموازي الليبي لليوم، فنرى أن مسبوق عيار 18 انخفض قليلا ليسجل 218.5 دينار تقريبا، وباقي الأسعار حافظت على استقرارها وثباتها، فسجل مسبوق عيار 24 291 دينار، كسر عيار 18 سجل 216.5 دينار، أما كسر عيار 21 سجل 255 دينار، والذهب الخارجي المستورد استقر على 300 دينار. إلى هنا تنتهي جولتنا الاقتصادية، والعودة لبقية نشرتنا مع الزميلة ليلى. لك ليلى كل الشكر، يعطيك العافية. الله يعافيك. تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف، تجولت عدسة قناتنا في مدينة غدامس داخل متحف دنبرو الذي يعد أقدم متحف منزلي في المدينة القديمة غدامس، وشاهدا على الموروث الثقافي الليبي. التقرير التالي والتفاصيل. تذكيرا بالمواقع الأثرية في ليبيا وتزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف، زارت عدسة قناتنا متحف دنبرو الذي يعد أقدم متحف منزلي بالمدينة القديمة غدامس، وذلك بهدف التأكيد على مدى أهمية المتاحف كوسيلة للتبادل الثقافي وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب. زيارتنا لهذا البيت في هذا اليوم يتناسب مع اليوم العالمي للمتاحف. بالنسبة لمدينة غدامس أول مرة نحاولوا باش نديروا احتفالية مصغرة فيما يخص هذا اليوم في غدامس، لهذا من الواجب علينا الرجوع إلى أقدم منزل استعمل كمتحف يوضح التراث الغدامسي ويوضح العمارة الغدامسية والمقتنيات التي تستعمل داخل البيت، وهذا البيت يسمى بيت دنبرو، هو أقدم منزل استعمل لزيارة البيوت.
ورغم تزين مدينة غدامس بعدة مواقع أثرية، إلا أن متحف دنبرو الواقع في شارع بن مزيغ بالمدينة القديمة يعد أقدم متحف منزلي تم افتتاحه بالمدينة القديمة في سنة 1990، حيث لعب دورا مهما في التعريف بالموروث الثقافي الغدامسي. وطبعا في الفترة الأخيرة أصبحت هناك العديد من المساكن أعدت لزيارة الزوار، لكن في النهاية مهما يكون يعتبر هذا البيت هو نواة البيت النموذجي في مدينة غدامس. متحف دنبرو الأثري يظل شاهدا على الموروث الثقافي الليبي من خلال تصميمه وأقسامه وما يحويه من مقتنيات ومعدات أثرية توضح مدى أهمية الموروث الإغدامسي الأصيل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. اجتماع أمريكي روسي مرتقب الشهر المقبل في جنيف. أهلا بكم من جديد. أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 من يونيو في مدينة جنيف السويسرية. ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات، وسيتم عقده على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي وفقا لفرانس بريس. دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى تحقيق التهدئة لتشمل الضفة الغربية وغزة والانتقال إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. الصفدي أكد خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة العمل على إعادة الإعمار في قطاع غزة والإسراع بالانتقال إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجديد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الثلاثاء باحة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان في رام الله إن الاقتحامات نفذت تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن أكثر من 90 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من باب السلسلة. قالت السلطات الإيطالية إن عربة تلفري كانت تقل عددا من الزوار إلى قمة جبل لمشاهدة إحدى البحيرات الخلابة شمال البلاد سقطت على الأرض، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل ونقل طفلين إلى المستشفى، توفي أحدهما لاحقا. وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن 6 من القتلى إسرائيليون بينهم 4 من أسرة واحدة كانت تقيم في إيطاليا، وتعد هذه أسوأ كارثة لعربات تلفري في إيطاليا منذ عام 1980 عندما قطعت طائرة عسكرية أمريكية كانت تحلق على ارتفاع منخفض كابلة مصعد للتزلج في كافلريزي في منطقة دولوميت، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. السيسي وبايدن يتفقان على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام. المنقوش تبحث مع السفير الألماني إجراء الانتخابات وانسحاب المرتزقة.
المنيفي يصل العاصمة النيجيرية للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد. تواصل عمليات التلقيح ضد كورونا والمركز الوطني يسجل 340 إصابة جديدة. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyafchannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.